النجمة عبير صبري الحقيقة بتشهد حالة من النشاط الفني شفناها الفترة اللي فاتت في أكتر من عمل درامي تلفزيوني زي مسلسل أسرار، واللي شاركت في بطولته مع النجمة الكبيرة نادية الجندي. كمان شفناها في مسلسل ألوان الصيف، هنشوفها الفترة اللي جاية من خلال مسلسل مهم جدا بيناقش قضايا المرأة تحت عنوان نسوان أدرى. يا ترى إيه حكايتها مع كل الأعمال الدرامية التلفزيونية اللي تألقت من خلالها؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال لقائنا معها. ألوان الطيف ولقى نجاح كبير الحمد لله، وأسرار مع النجمة نادية الجندي، وأثبتت أنه يعني العرض خارج رمضان برضو بيبقى له نسبة مشاهدة يمكن تكون أعلى كمان من رمضان. لاحظتي انه الناس حابه ان هي تشوف اعمال جديده خارج سباق رمضان، زهقت بقى من تخمه رمضان؟ اعتقد انه بيبقى في وقت فراغ اكتر انك تتفرغ يعني لمشاهده هاديه عن المشاهده المضغوطه بتاعت رمضان. اكيد الوان الطيف كان بطوله جماعيه ومعاكي كان اكتر من فنانه جميله، شايفه البطوله الجماعيه ازاي وبتحبي النوعيه دي من الاعمال اكتر؟ يعني مفيش حاجة اسمها بحب ايه اكتر، يعني كل عمل له ظروفه، بس من الحاجات الحلوة طبعا ان يكون العمل جماعي، يعني ده بيديله زخم اكتر وادوار كتير متنوعة اكتر، وفي النهاية المشاهد بينبسط اكتر بانه هو يشوف مجموعة من الابطال مش بطل واحد يعني.